محمد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل سنة وحضرتك طيب، حضرتك بخير. وكل سنة والأمة كلها بخير وبصحة وبسعادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عاما مباركا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في هذا العام بكل فرح وبكل سرور وبكل خير علينا وعلى مصرنا الحبيبة كلها، اللهم آمين يا رب العالمين. فتحية من هذا المنبر نرسلها إلى العالم بأسره، إلى العالم بأسره، وإلى مصر خاصة، إلى شعبها وجيشها وأمنها ورئيسها، اللهم آمين. اللهم احفظهم جميعا يا رب آمين العالمين. يا رب. صحيح، وذكرهم بأيام اللي حضرتك استليت الموضوع أو المقدمة بتاعتك الرقيقة الركراكة الجميلة كما تعودنا من حضرتك بكلام طيب جميل. فعلا السنة بتمر بحلوها، بتمر بإيه؟ بمرها بتمر بتمر، بخيرها، بتمر بشرها، شرها بتمر. بتمر، عامل زي الطالب بالظبط اللي قاعد بيذاكر، اللي بيذاكر وحافظ كويس وفاهم كويس معلومته، يخش امتحان ويحل هيجاوب، تمام، مظبوط، مظبوط، وبعد كده النتيجه بقى بترجع عند اللي بيصحح وكلام من ده، تمام، يا اما صح يا اما غلط، بس هو عمل اللي عليه وذاكر وخد بكل الاسباب، والتاني قاعد لا بيذاكر ولا بيروح ولا بيجي، يقول لك انا هنجح، اوهم نفسه. يبقى الانسان لابد ان يقف وقفه بين عامين، عام مضى لا ندري ما الله سبحانه وتعالى قد صنع فيه، وعام سياتي لا ندري ما الله سبحانه وتعالى فاعل فيه. لذلك الايام تمر والاشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، تجر وراءها الاعمار، تطوى حياه جيلا بعد جيل، وبعدها بعد ده كله سيقف الجميع امام العلي الجليل. ليه؟ ليسأل عن الكثير وعن القليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يرى، شرا يرى. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نغتنم كل الاوقات. اصل كتير دكتور حمود لك ده ايه، سنه مد مشيت خلاص، راحت وانتهت، 365 روح من العمر ده يا حبيبي، ده مش وقت، ده عمرك. حضرتك انت عندك 12، بقيت عندك 13، عندك 60، بقيت عندك 61، ما شفناش السنه جابت 59، صح؟ صحيح، ما بتنقص، ما بترجعش لورا ابدا، ده دي على طول ماشيه زي القطر، ما بيرجعش ورا خالص، في قطر كده ما بيرجعش لورا. صحيح، ممكن القطر يرجع ويروح، لا، انما ده قطر، قطر اسمه قطر الحياه، قطر الحياه على طول، قطر الحياه لا مرجع فيه للوراء. كل واحد له تذكره بالظبط، وله محطه، وله محطه، وله ميعاد، وله وقت محدد. الله يفتح عليك. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه الامام الحاكم في المستدرك أن سيدنا قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. فالإنسان يغتنم هذه الأمور الخمس، تمام، اغتنمها في الطاعة. سيدنا ابن مسعود يا دكتور محمد يقول: والله، ده ابن مسعود خلي بالك، تمام، ويقول: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يا الله. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا بقت مدبرة، والإيه؟ والآخرة مقبلة، والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، لكل واحدة إيه؟ أبناء، تمام. فكونوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. ليه؟ لأن اليوم عمل بلا بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. بلا عمل. شفت الكلام ماشي ازاي؟ صحيح. لذلك ربنا يقول: وذكرهم بأيام الله. غدا الورقه بتتسحب في الامتحان، خلاص انتهت، خد يا الامر، خلاص كده اللي مفيش ستك اراجع